ساعات الصباح الأولى بدأ توافد التلاميذ على مدرسة الفقيه الغازي. سنة دراسية جديدة تنطلق اليوم وسط أجواء تتسم بالانضباط والالتزام. ملامح الفرح ارتسمت على وجوه الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بالعودة مجدداً إلى المدرسة، وأشادوا بحسن استقبال الأساتذة لهم في أول أيام الدراسة. أنا فرحانة اليوم على وجهة المدرسة ونتلقى بصحاباتي ومعلماتي وغادي نقراو مزيان. الدخول المدرسة كان زوين وتلاقيت مع صحابي. الدخول المدرسة كان جد رائع. آباء وأمهات التلاميذ كانوا أيضا حاضرين مع أبنائهم اليوم، حرصا منهم على مرافقتهم في أولى خطواتهم الدراسية. عندي بنيتي اليوم عندها بيت الأول هالدخلة، وصراحة كان شوية ديال الستريس والخلعة منها هي، ولكن كنشجعوها وهذا باش ما تخافش وتزعم، لان ديجا قرات الراود وهذا يعني ديجا كان عندها احتكاك مع الوليدات ومنسجمات معاهم. قلت لها ما تخاف والو. وفرحانين للدخول المدرسي ونتمنوا تكون سنه موفقه ان شاء الله لوليداتنا ووليدات المسلمين كاملين ان شاء الله. احنا فرحانين للدخول المدرسي وفرحانين لمدرستنا اللي في المستوى صراحه الله. ونظرا لاهميه الانطباعات الاولى خاصه في اليوم الاول للمدرسه، يحرص الأساتذة على استقبال الأطفال بكل ترحيب وتشجيع وتهيئة التلاميذ خاصة من الفئة العمرية الأصغر سناً التي تلتحق للمرة الأولى بالمدرسة. هذا اليوم هذا الاستقبال التلاميذ هو يوم فقط الاستئناس، وكتعرفوا التلاميذ على المؤسسة خصوصا التلاميذ الجداد اللي هما أول يوم عندهم هنايا، كنرحبوا بهم طبيعة الحال وكنستقبلوهم، كنعرفوهم على فضاء المؤسسة، الفضاء اللي استعد يعني كانوا تجهيزات هذا الموسم هذا خصوصا العطلة الصيفية. الدراسة الفعلية غتنطلق اليوم إن شاء الله، اليوم جميع التلاميذ غيلتحقوا، والفضاء المؤسسة راه كيف كتلاحظوا راه كان أسبوع قبل الدخول المدرسي بمساعدة المديرية الإقليمية وجدنا الفضاء جذاب لاستقبال التلاميذ، وإن شاء الله الدراسة تنطلق اليوم. وسط أجواء مفعمة بالحماس تسخر المدرسة اليوم كافة الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ والتلميذات في جميع المراحل.